من هو شقيق عمرو عبد الجليل الراحل؟ هل هو توأمه الداعية الإسلامي كما تردد على السوشيال ميديا؟ ولماذا أقيمت مراسم الجنازة والعزاء وسط حراسة أمنية مشددة؟ ولماذا لم يظهر معه أبداً على السوشيال ميديا؟ ودع الفنان عمرو عبد الجليل شقيقه الأكبر هشام عبد الجليل، وهو ليس شقيقه التوأم أيمن الذي ظهر معه من قبل في إحدى القنوات الفضائية ويحملان الملامح نفسها. حضر الجنازة عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني، وكان لافتاً للانتباه وجود حراسة مشددة أثناء انتظاره لجثمان شقيقه قبل أداء الصلاة، وكانت الحراسات بحكم عمل الراحل كمستشار، وبسبب منصبه لا يوجد له أي صور على السوشيال ميديا، ولم يظهر من قبل برفقة شقيقه عمرو. أقيم العزاء في مسجد عمرو مكرم بحضور عدد كبير من النجوم، من أبرزهم مصطفى أمر ونجله تيام وعلا غانم وأشرف زكي وإيهاب فهمي وحسن الرداد وسليمان عيد ومحمد رضوان. هشام هو الشقيق الوحيد لعمرو الذي قرر الابتعاد عن الشهرة، ويعتبر شقيقه التوأم أيمن عبد الجليل هو صاحب النصيب الأكبر من الشهرة، ورغم عمله كداعية إسلامي لكنه ظهر معه في عدد من البرامج التلفزيونية، وأكد كل منهما على احترام الآخر وعدم التقليل من عمله وفكره. في 2018 ودع عمرو عبد الجليل شقيقه السيناريست طارق عبد الجليل، وكشف في لقاء تلفزيوني مصور أن وداع شقيقه أثر فيه بشكل كبير وجعله ينظر للحياة بشكل مختلف.